بسم الله الرحمن الرحيم. عمل عظيم ويسير على من يسره الله تعالى لهذا العمل. كيف تكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة، ويكون نورك أعظم من نور الشمس بكثير كثير جدا. نور الشمس بالنسبة للناس الحقول هتكلم عليهم دلوقتي في الجنة لا يساوي شيئا، هيكون أعظم كثيرا من نوره في الجنة، هيكون أعظم كثير من نور الشمس، هيكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة. المبكرون إلى الجمعات هم أعظم الناس نورا يوم القيامة. روى سعيد بن منصور رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود، انظروا لهذا الحديث العظيم، عشان الناس اللي بتروح الجمعة متأخرة أو بتروح صلاة الجمعة قبل ما الإمام يطلع المنبر بساعة أو اتنين، يعرف قد إيه بيخسر في النور في المنزلة في الجنة. باكروا في الغداة بالدنيا إلى الجمعات. كلمة الغداة معناها بعد صلاة الفجر، اسمها صلاة الغداء، يعني بعد ما تصلي الفجر. وده نهج الصحابة والتابعين، كانوا يعني بيصلوا الفجر يروحوا البيت يغتسلوا، وبعد كده يروحوا الجامع. حتى مذهب الإمام أحمد إنه الساعة الأولى اللي إحنا بنتكلم عليها دي بتبتدي بعد صلاة الفجر على طول. ممكن الرأي الأصح إن الساعة الأولى هي بتبتدي بعد شروق الشمس، يعني لازم تروح تكون في الجامع في خلال 60 دقيقة من شروق الشمس. باكروا في الغداء، الغداء يعني في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، بالدنيا يعني في الدنيا قبل الآخرة، إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكون الناس عنده في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعات. يعني الناس هتبقى في القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الجمعة على قدر ترواحهم إلى الجمعات. فاللي بيروح اللي بيصلي الفجر في الجامع وبعد كده يغتسل يرجع يغتسل البيت ويروح رايح على طول الجامع، ده هيكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة. وأقسم بالله العظيم إن نوره هيكون، عارفين الشمس اللي هي بتضيء الكرة الأرضية كلها، الشمس اللي حجمها قد حجم الكرة الأرضية كلها مليون و300 ألف مرة، لم تساوي مثقال ذره بالنسبه للموكل يوم الجمعه اللي بيقف في الصف الاول. ولا عبره باللي بيتاخر ويجي قبل ويجي في الساعه الاخيره قبل صلاه الجمعه بساعه ونص ساعه وبعدين يتخلل الصفوف ويروح قاعد في الصف الاول، لا، العبره بالتبكير. فربنا هيدني الناس دول، ربنا سبحانه وتعالى هيجتمع باولائه في الجنه زي ما الناس بتقعد، هيقعد على كثيب من كفور. كثيب من كفور ده عامل زي المنبر بتاع الامام اللي بيقف عليه الامام، ربنا هيقعد على كثيب من كفور زي ما كان الامام بيقعد على المنبر، هيجتمع باوليائه في الجنه زي ما الناس بتقعد في الجمعه تسمع الامام ويبتدي يتكلم عن الناس زي ما اتكلم معاكم دلوقتي. المبكرون الى الجمعات اللي بيقعدوا في الصف الاول بيصلوا الفجر ويروحوا على طول، هيبقوا في الصف الاول على منابر من نور قريبين جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتكلم معهم ويحظون بالشرف العظيم والمتعه والاخذ من هذا النور. ذلك ذكر ابن كثير عندما يعود هذا ولي الله سبحانه وتعالى الى قصره، تقول له والله لقد ازددت نورا وجمالا وبهاء، يصبح اجمل نوره، اقوى بالشمس بكثير، ان هو بياخد من النور ده. فشوفوا اللي بيروحش ده غير طبعا اللي المبكر اللي بيروح في الساعه الاولى بياخد بكل خطوه للمسجد قيام سنه وصيام. وفي حديث ثاني كنت قلته بياخد 20 سنه في كل خطوه، صححه بعض العلماء، بياخد بكل خطوه ثواب 20 سنه عباده. لذلك تصلي في ابعد مسجد فياريت. والله انا من ساعه ما تدبرت هذه الاحاديث وانا واظب اصلي الفجر واذهب الى المسجد، في مصليه جنب المسجد حواليها سور، باخد معايا المصليه وقاعد، وبروح الاقي ناس قاعده وفي ناس من متابعين القناة يفعلون ذلك الآن. فياريت عشان ما تندمش يوم القيامة على هذا الصور العظيم، هتندم يوم القيامة على النور العظيم ده اللي انت ضيعته. الناس اللي بتروح الجمعة متأخر بيروح الساعة 10 أو 11، الساعة الأخيرة اللي هي اللي بيروحها كأنه قدم بيضة أو كأنه قدم دجاجة. العبرة بانك تروح الساعة الأولى اللي هي ثوابها بدنة أو بقرة، هي دي الساعة اللي تتحصل بها هذا الثواب العظيم، وتبقى أعظم نورا من الشمس، وتبقى أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة.
وتتخيلوا بقى هتفضل الى ابد الابدين بنفس الطريقه دي في الجنه، كل جمعه في الجنه الى ابد الابدين، هتقابل المقربين الى الله سبحانه وتعالى، تقعد في الصف الاول وتتمتع وتاخد من النور وترجع تفضل. والتاني اللي كان بيتاخر هيفضل الى ابد الابدين يقعد ورا بعيد، ويحرم من الكلام، ويحرم من الاخذ من التمتع والنظر الى الله بالعميد سبحانه وتعالى، والاخذ من هذا النور، ويبقى اقل نورا بكثير جدا. فليه؟ لان احنا هنعيش في الجنه مليارات السنين، مش هنعيش 50 سنه ولا 100 سنه. فدي حاجه هتفضل معاك لغايه ابد الابدين. فايه لما تتك على نفسك 10 سنين ولا 20 سنه في حياتك عشان تتمتع مليارات السنين؟ فانا هكتب لكم الحديث في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.